طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في الفصل التاسع راح نتكلم عن السترونج والويك سيلابل. في الفصل الثامن تكلمنا عن السيلابل وعرفنا شنو هو السيلابل. أما في هذا الفصل فسوف نتكلم عن السترونج سيلابل والويك سيلابل، المقطع القوي والمقطع الضعيف. طيب الآن سترونج سيلابل، المقطع القوي يقول we have a strong syllable and long vowels. طبعا اولا احنا لازم نعرف شنو يعني strong syllable، يعني مقطع قوي. طيب weak syllable يعني مقطع ضعيف. زين، شو نعرف هذا مقطع قوي او هذا مقطع ضعيف؟ من بعض الملاحظات. الملاحظة الاولى we have strong syllable and long vowel diphthong and triphthongs. هاي الملاحظة الاولى. اين نجد المقطع القوي؟ نجده في اللونج فاول، في اصوات العلة الطويلة، وفي اصوات الديفثونج، وفي أصوات التريفثونز. هذه ثلاثة مواقع أو ثلاثة حالات نجد فيها المقطع القوي. بمعنى أن أي كلمة لو لقينا فيها مقطع قوي أو طويل أو تريفثون سوف نعتبر هذا المقطع بأنه قوي، سترونج سيلابل. هاي واحد. ثانيا ننتقل الآن إلى الويك سيلابل. طيب متى نعرف أن هذا المقطع ويك سيلابل؟ عندما نجد أصوات العلة اللي هم الشوا وصوت الأه والأو، هذه الأصوات اللي مكتوبة أمامنا، هذه الأصوات مع هذه أصوات السلابك كونسوننت، عندما نجد هذه الأصوات راح نقول على هذا المقطع أنه مقطع ضعيف، weak syllable. أي بمعنى لو جينا على كلمة ولقينا بها صوت الشوا راح نعتبر هاي المقطع اللي موجود به شوا راح نقول له هذا syllable. السبب لأن الشوا موجودة. طيب والسلابك كونسوننت ايضا هذه السلابك كونسوننت ايضا عند وجود السلابك كونسوننت سوف نعتبر ان هذا المقطع مقطع ضعيف. ما هي السلابك كونسوننت؟ نكتب ملاحظه يمنا. السلابك كونسوننت وهي مجموعه من الاصوات، اصوات كونسوننت وهي مجموعه من الاصوات كونسوننت، هي اصوات كونسوننت مو عله. طيب هاي السلابك كونسوننت تلعب دور العلة، يعني تتخذ أو يكون دورها علة، هي consonant ولكن تلعب دور العلة. طيب ويعني خلينا نقول نكتب هيك ملاحظة صغيرة على صفحة أو بين قوسين، راح تحذف صوت العلة وهي تكون بمكانها، يعني تاكل صوت العلة هي وتكون هي صوت العلة، يعني هي تلعب دور العلة، بينما هي consonant هي اصلا صوت صحيح يعني مو علة ولكنها تلعب دور الconsonant. طيب ونقول عليها ملاحظة انها دائما تأتي في المقطع الضعيف، يعني دائما نلقاها في المقطع الضعيف، ما نلقاها بالمقطع القوي، نلقاها في المقطع الضعيف الويك consonant. طيب الملاحظة الثانية على المقطع القوي، المقاطع القوية دائما تكون مشددة، المقاطع الضعيفة دائما تكون غير مشددة، weak syllable unstressed. هذه الملاحظة كلش مهمة، تيجي صح وخطأ، فراغات، اختيارات، كلش مهمة. سؤال النقطة الثالثة، دائما المقاطع القوية تمتلك تردد عالي، يكون بها تردد عالي high intensity، اما اصوات الضعيفه فتمتلك تردد قليل، تكون تردد شده الصوت تكون منخفضه، يعني ماكو شده، low intensity، عفوا الشده وليس تردد، الشده they have low intensity. طبعا they من هم they يعني مجموعه، يعني المقاطع they pronounced with a greater force، يعني النقطة الرابعة أن المقاطع القوية تنطق بجهد قوي، يعني يحتاج جهد قوي على مود ننطقهم. ليش؟ لأن طبعا دائما الأصوات قوية، ديفثونج، لونج فاول، أما الأصوات الضعيفة فما يحتاجون جهد، عفوا المقاطع الضعيفة ما تحتاج إلى جهد علشان ننطقهم. مثل عندي كلمة late، هذه الكلمة هنا عندي مقطع قوي لأن بها ديفثونج اللي هو صوت الأي، أما بتا اللي هو صوت الشوا بالأخير فهاي المقطع يعتبر ضعيف. ليش يعتبر ضعيف؟ لانه بيشوا، لان نعرف ان الاي ار دائما تجينا ويا الشوا، الاي ار دائما تجيني ويا الشوا. امثله اخرى على ذلك مثلا عندي سترونج وويك سيلابل، عند المقاطع القويه والمقاطع الضعيفه. على سبيل المثال
المقطع القوي طبعا اللي بالاحمر، والازرق اللي بمقطع ضعيف. مثلا عندي بوتل بوتل بوتل، طبعا هذا ال سيلابك، لما هنا اصوات السيلابك لذلك هو ويك. اما صوت الاو اللي هو صوت اللونج فاول فراح يكون هذا اللي باللون الاحمر قوي. والى اخره هذه الامثله اللي نشوفها امامنا. مثل عندي كلمه ديتا، عندي بوليس بوليس بوليس، اللي بالازرق شواء عندي دائما يكون مقطع ضعيف، واللي بالاحمر يكون لونه احمر، هذا يكون سترونج بسبب وجود اصوات العله طويله. عندنا تعريف يسمى تعريف الالجن، هذا تعريف مهم. It means dropping of sound which one exists in a piece speech under certain circumstances. طبعا عندنا الالجن. ما هو الالجن؟ تعريف مهم جدا، وهو عبارة عن حذف أحد الأصوات أي صوت بسبب قاعدة معينة، بسبب قاعدة معينة. أنا عندي قاعدة معينة، هاي القاعدة خلتني أحذف هذا الصوت، خلتني أحذف هذا الصوت. طيب إذن أنا عندي كلمة precise precise، عندي كلمة precise precise، كلمة دقيق يعني. يقول لك exist in a precise speech، يعني نحذف صوت معين موجود في موقف معين بسبب قاعدة. يعني مثل ما احنا عندنا بالعربي مرات نحن نحذف الادغام والى اخره، لما يجيني حرف البا والما با والما بالعربي احذف واحد، احذف مثلا من ربك نقول من ربك من ربك، ما نقول من ربك نقول من ربك. هو هذا يعني الحذف، يعني نحذف بعض الأصوات بسبب قاعدة معينة، هذا تعريف يسمونه الإليجن. طيب هذا تعريف نحفظه كله. لدينا أيضا neutralization. neutralization هذا تعريف مهم. It is the solution which make the vowel in the questions neither longer nor shorter but something in between. To denote this we need two different samples for neutralized vowel. طبعا هنا عندي فد مصطلح يسمى neutralization، هذا الشيء ما موجود عندنا بالعربي، موجود عندنا فقط باللغة الإنجليزية، وهو عبارة عن جعل صوت العلة محايد. هذا الشيء احنا اخذناه بالفصل الثامن لما عندنا الأصوات المحايدة، وقلنا شنو هي الأصوات المحايدة وين تجي، موجودة بالفصل الثامن. إذا واحد يقرأ الفصل الثامن ويضبطه بالفصل التاسع ما راح يعاني أبدا. neutralization مجموعة من الأصوات يسمونها الأصوات المحايدة، وهي هن تقريبا ثلاث أصوات عندنا، أصوات محايدة موجودات عندنا وأخذناهن ودرسناهم بالفصل الثامن بالتفصيل، ضروري نرجع ليهم ونعرفهم. هما معروفات طبعا، واحد من عندهم الأو راح ناخذ أيضا، راح ناخذهم حتى ما أريد نستعجل، نمشي حبة حبة. ننتقل الآن إلى 9-2 وموضوع الإشواء. راح نتكلم اليوم عن الإشواء. ما هي الإشواء؟ الإشواء طبعا صوت باللغة الإنجليزية، هنا يقول the most frequently occurring vowel، أهم صوت وجود أو أكثر صوت موجود باللغة الإنجليزية هو الإشواء. يعني وين ما تروح تلقى هذا الصوت، بالبداية بالأخير بالوسط، أكثر الأصوات موجودة تكرارا باللغة الإنجليزية هو صوت الإشواء. أكثر الأصوات تكرارا موجودة باللغة الإنجليزية هو الإشواء. هذا السؤال مهم، ممكن يجينا فراغ صح وخطأ، اختيار كلش مهم. الملاحظة الثانية عن الإشواء، الإشواء is always associated with weak syllable، دائما صوت الإشواء يجيني ويا المقطع الضعيف. وين ما نلقى مقطع ضعيف راح نحط صوت الإشواء، وين ما نلقى صوت ضعيف راح نحط الإشواء، وين ما نلقى صوت ضعيف راح نحط الإشواء. ثالثا in the quality إشواء is mid. هنا ملاحظة، صوت الإشواء طبعا من صفات صوت الإشواء أنه هو central يعني مركزي. لو جينا على الرسم، احنا أخذناه قبل الرسم مال الإشواء، ان الاشواء صايره بالنص. يعني شنو ما صايره بالنص؟ هسه الواحد لما ينطق الاشواء يقول تيتشا تيتشا صوت الا يعني الشفاه عدله متوسطه، لا مفتوحه ولا مسدوده ولا مثل ما هي، وهذا يسمونه ميدل. هذه ثلاث خصائص او خاصيه رابعه ايضا، شواء از ديسكرايبد از لاكس، صوت الاشواء يعتبر صوت ضعيف. اربع خصائص للاشواء كلش مهمه ولازم نحفظهن. هذا انا ايضا انا دامجهن هنا احسن وارتب بشكل بسيط، واحد يحفظهم خصائص صوت الإشواء، the feature of إشواء. إذا قال write the features of إشواء أو characteristics، characteristics أو feature of إشواء ماك فرق، هذا معناها نكتب هنا هاي الخصائص كلش مهمة نحفظها. طيب
سؤال آخر مهم جدا يقول Where do you know sample scrutiny contain شواء؟ أماكن وجود صوت الشواء كلش كلش مهمة. 10 مواقع نحفظها بالإنجليزي مثل اسم، شلون الاسم مالنا نحفظها، كلش مهمات ودائما يجن. أول موجود أول موقع للشواء هو حرف الأي كما في كلمة attend. واحد نقرأ هاي الأمثلة كلش مهمة، كلش مهمة attend. والأخير هي هذه الكلمات عندنا attention، عندنا attendant، عندنا والأخير هي character. كاركتر هذه كلها تحتوي على صوت الإشواء. ثانيا عندي على شكل اي ار مثل كلمة particular، اذا لاحظ عندي اي ار ايضا موجود هنا لفظناها إشواء. الموقع الاخر الاي والتي والاي مثل كلمة intimate، اذا لاحظ هاي الكلمة ايضا تحتوي على إشواء. كذلك حرف الاو مثل كلمة tomorrow potato، هذه كلمات ايضا تحتوي على إشواء على شكل حرف الاو. كذلك عندي على شكل OR مثل كلمة forget والآخره. كذلك عندي على شكل حرف الـ A كما في كلمة violet والآخره، مثل كلمة postman ساعي البريد postman، أيضا هذا بمعنى أيضا عند هنا شواء. كذلك على شكل ER مثل كلمة perhaps. كذلك على شكل حرف الـ U مثل كلمة autumn. كذلك على شكل OUGH مثل كلمة throw bro. كذلك على شكل OU مثل كلمة gracious أيضا عندي هذه. إذن هذه كلش مهمة، ممكن تجيني كرسم صوتي، ممكن تجيب سؤال أذكر 5 مواقع للشواء position، هاي position بالإنجليزي 5 مواقع للشواء، ممكن يقول 7، ممكن يقول 3، ممكن يجيب لي كلمة attend ويقول لي توجد صوت الإشواء في كذا، يريد الإشواء وينها، لازم نعرف نسوي لها رسم صوتي. وهذا الجدول ينحفظ مثل الاسم، مهم مهم مهم. ننتقل الآن إلى 9-3. عدنا واحد من الأصوات أيضا الآخرين اللي هو أيضا وجوده يدل على وجود صوت علة. من هو هذا الصوت اللي راح نتكلم عليه هسه بهذا close front back vowel؟ طبعا احنا اكو ملاحظه مهمه، هذه ثلاث اصوات لازم نحفظها. هذين الثلاث اصوات احنا ذكرنا عليهم قبل شويه، انه ذكرناهم وحكينا عنهم، انه وين ما نلقاهن راح نلقى صوت الاشواء. طبعا من هم هذول؟ وينهم صوت الاشواء؟ هذا واحد. الصوت الثاني صوت الاو، هذا الاه سوري، وهذا صوت الاو. ثلاث اصوات، هذه الاصوات الثلاثه متى ما نجدهم راح نعتبر هذا المقطع ويك، وهاي قلنا عليها كلش مهمه. راح نجي راح ناخذهم واحده واحده. اخذنا الاشواء وقلنا الاشواء اكثر الاصوات يتكرر وجود بالانجليزي، وذكرنا مواقع الاشواء. هسه راح ننتقل على ثاني صوت وهو صوت الاي، هذا الصوت ايضا نفس الحاله. هذا الصوت وين وين نلقى هذا الصوت؟ اماكن وجود هذا الصوت ايضا الى اماكن مثل الاشواء. من هو هذا الصوت؟ طبعا اول مكان له على شكل حرف اليو او عفوا الواي او الاي واي. وين ما نلقى واي او اي واي راح نحط هذا الصوت. على سبيل المثال عندي كلمة happy، هسه هذين الكلمات happy و valley هذين الكلمات هن weak syllable. ليش؟ بسبب وجود هذا الصوت. اذا جابنا سؤال ما هي اماكن وجود هذا الصوت، وين مكان وجود هذا الصوت، اقول لي يا بي اي وعلى شكل اي واي، وانطي مثال كلمه هبي واسوي لها رسم صوتي. ثاني موقع له على شكل ري وبري ودي، ايضا نجد هذا الصوت. اذا لقينا كلمه بري وري ودي، هذين الثلاثه مثل كلمه رياكت، ايضا نحفظ عليه مثال. الموقع الاخر يجيني على شكل اي اي تي اي او اي او يو اس، من القى هذين الاصوات راح احط هذا الصوت. هو من هو هذا الصوت؟ ده نحكي عنه، هذا صوتنا اللي هو صوت الاي. هذا وين؟ شلون حرف الاي بالعربي بالانجليزي؟ اي. هذا الصوت من نلقى راح نقول هذا المقطع ضعيف، من راح نلقى. وهذا المثال انا ما اريد يعني كطالب انت ما راح نقدر نضبط الرسم نسوي 100%، لا، انت شغلتك شو تسوي؟ شغلتك تعرف لي تحفظ لي هذا الصوت اماكن وجوده. وعلى كل حاله مثال يابي على شكل حرف اليو كما في كلمة هابي، هاي اليو بالأخير موجودة بكلمة هابي. ثاني موقع موجود عندي ببري وبري
ري وبري ودي. وانت علي مثال ثالث موقع على شكل اي اي تي اي اي او يو اس حلو. وانطي علي مثال ابريشيت ثالث موقع ورابع الموقع الاخير وهو هي وشي لما نلقاه في هذه الكلمات ايضا راح نلقى هذا الصوت. هذا اماكن وجود صوت الاي اللي هو مو صوت الاي او حرف الاي بس هو مكتوب على يعني هو مكتوب على شكل حرف الاي. ننتقل الان الى صوت جديد وهو صوت الاو. هذا الصوت هذا الصوت ايضا وين ما نلقاه راح نلقى مقطع ضعيف راح نلقى مقطع ضعيف weak syllable. هذا الصوت وين نلقاه ايضا الى اماكن وهذا لحسن الحظ ما له غير موقعين يعني بسيطات. الموقع الاول نلقاه في كلمة you to into do هاي واحد ذن الكلمات. الموقع الثاني وين نلقاه the found before another vowel مرات نلقاه قبل صوت العلة مثل كلمة influenza مثل كلمة influenza هذا ايضا موجود عندي هذا الصوت. اذن 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 هذا الصوت نلقاه بالكلمة على شكل حرف اليو ومثل ما لاحظ قدامنا المثال وإلى آخره. هسه صار عندي ثلاث أصوات عندي بالبداية هاي الأصوات اللي نلقى بيهم أصوات المقطع ضعيف الصوت الأول الإشواء وإلى عشر مواقع. الصوت الثاني صوت الأه اللي هو الآي فوق نقطة وهذا الصوت إلى أربعة مواقع أو خمس مواقع واحد اثنين ثلاث أربع مواقع. طيب وصوت اليو اللي صوت الأه هذا الصوت اللي إلى موقعين فقط نحفظهن ونحفظ لكل حالة مثال. ننتقل الآن إلى السلابك كونسننت. طبعا هذا تعريف السلابك كونسننت ذكرنا وعيد مرة أخرى ما هي السلابك كونسننت وهي مجموعة من الأصوات الصحيحة كونسننت ساوند. طيب إيش بيها هذه الأصوات تأخذ دور أو تلعب دور أصوات العلة تلعب دور أصوات العلة يعني وكأنها أصوات علة. طيب ودائما من نلقاها نعتبر هذا المقطع ضعيف يعني حالها حال أصوات الإشواء اللي أخذناها قبل شوية. طيب أول صوت راح نبدي به وهو السلابك L. هذا السلابك L تعريفه كلش مهم كتعريف أو يجي كخصائص لما يقول لي write the feature اكتب الخصائص أو يقول لي على سبيل المثال define أو يقول لي أي سؤال يجيني على السلابك L هذا أذكره. The syllabic L is the most noticeable example of English يعني أكثر الأصوات وضوحا يعني شون أكثر الأصوات السلابك واضح ودائما يجيني وراء أصوات الكونسننت ويمكن أن يجيني قبل الفيلر فريسيد كونسننت الفيلر يجيني قبل أصوات الفيلر ساوند. هذا السلابك L وكأنه تعريف نحفظه إذا جاب لي خصائص أذكرهم إذا جاب لي يعني شون التعريف أذكره أيضا. إذا قال أريد example أنطي عليه كلمة bottle هاي الكلمة مثال على سلابك L سلابك L سلابك L. طبعا سلابك ال L دائما به النقاط اللي جوه دائما به النقاط جواهن كلش مهم كلش مهم دائما نلقى بيه النقطة جوه هذا معناه سلابك L. لاحظ كلمة tunnel الآن أنا لو جينا على كلمة tunnel كلمة tunnel بيها N و E و L بالأخير العلة راحت انحذفت حطت ال L ليش نحذف العلة نحذفت لأن إحنا ذكرنا ال L أصوات الكون سلابك هي اللي راح تلعب دور العلة فما داعي ماكو داعي للعلة راح أحذف العلة أنا ما أحط علة راح أحط قبل L اللي L هو سلابك عوض عن أصوات ال عندي تعريف الليترال ريليز كلش مهم. ما هو الليترال ريليز اللي هو انفجار الجانبي when the sides of the tongue عندما جوانب اللسان which is raised for the preceding consonant are lowered to allow the air to escape over them. هسه lateral release يعني الانفجار الجانبي اللسان لما يرتفع لي فوق tunnel لما يرفع لي فوق اللسان يصير يقلق الهواء وبعدين ينفتح يصير انفجار عندي. هذا الانفجار اللي يصير عندي اسميه lateral release tunnel هذا يصير عندي انفجار طفيف أو يسمونه literal release. إذا جاني تعريف literal release أنطي هذا التعريف كلش 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 مهم. سؤال مهم جدا ما هي مواقع ال L أو أين يمكن أن نجد صوت ال L وين نلقاه خصوصا في اللهجة البي بي سي لأن إحنا اللهجة المعتمدة بتدريس اللغة الإنجليزية بكل دول العالم هي لهجة البي بي سي. المهم أنا مو سالفتي بي بي سي سالفتي ال L وين ألقاه. أولا ألقاه ويا أصوات ال alveolar consonant preceding هاي واحد هذا ممكن يجيني تعريف ممكن يجيني سؤال وممكن يجيني فراغ. صوت ال L يجينا ويا أصوات ال alveolar
ما اريد من عندك تيجي تعرف لي من هي الالفيلر وتروح تقرا ليان، والافضل انه تقراهن، ولكن انت كبدايه اريدك تعرف لي الاصوات صوت الال يجيني ويا الالفيلر ساوند كما في كلمه كاتل. كاتل هسه تي هو الفيلر ساوند، الفيلر ساوند من اصوات الالفيلر وجاني ويا كاتل. شوف اي كذلك يجيني ويا النون الفيلر كونسونت مثل كلمه كابل، هذا صوت توقفي، كلمه كابل هذا ثاني موقع له صوت الال. ثالث موقع للال also find the spelled end with most letterable letters al or، وايضا من اجد al او el al. كذلك لما اجد el او al راح نلقى سلابك ال كما في كلمه panel. panel اذا لاحظ صوت ال ينحذف، ليش ينحذف؟ لان عندي حرف ال هو اللي راح يعوض عنه وراح يكون هو باعتباره عله. واذا اجينا على كلمه panel هذا المقطع الثاني راح يكون ضعيف. شنو السبب؟ لان عندي سلابك consonant وهو ال، وين ما نلقى سلابك ال راح يكون عندي مقطع ضعيف. نعيد مره اخرى، نعيد مره ثانيه، سلابك ال، سلابك ال وين نلقاه بالانجليزي؟ نلقاه ويا اصوات الالفيلر كما في كلمه كتل. نحفظ ان ال يجينا ويا الالفيلر كما في كلمه كتل. ثانيا صوت ال يجيني وين؟ نون الفيلر كونسونانت كما في كلمه كابل. هذا البي مو الفيلر، البي اصوات توقفيه، اذا ال ايضا يجيني ويا اصوات توقفيه كما في كلمه كابل. ثالثا صوت ال يجيني على شكل حرف الاي ال او على شكل اي اي نفس الشيء كما في كلمه بانل وكلمه باتل. باتل باتل ايضا عندي هنا سلابك ال. ثالثا في بعض الكلمات المتفرقه خصوصا الكلمات اللي تخص التكنولوجيا مثل كلمه والى اخره، يعني ولا كثير من الكلمات، يعني اي كلمه تنتوي على ال واي، بعض الكلمات المتفرقه خصوصا كلمات المتفرقة مثل كلمة مصل. شوف مصل مو مصال، لا مصل، لأن الال هنا أكل صوت العلة، مفروض أنا عندي أقول مصال، الاي لا الاي ما يعتبر هنا إلى وجود. بالنسبة للسلابك هنا نتكلم عنه، أولا سلابك أن it is an alveolar nasal syllabic consonant، هو صوت alveolar nasal أنفي. طبعا ليش سموه الفيلر؟ من جاي من منطقة الالفيلر رج، يلامس منطقة الالفيلر رج، اللسان يلامس منطقة الالفيلر رج. This is the most frequently sound، وهو أهم صوت وأكثر صوت مهم، أكثر سلابك مهم باللغة الإنجليزية. هذا مهم، ممكن يجينا فراغ صح أو خطأ، اختيار كلش مهم. إذا نحفظها كتعريف أو إذا قال لنا the features خصائص نذكرها. هنا عندنا ملاحظة، the syllabic na is most common after alveolar plosive and fricative. يقول syllabic l syllabic n أكثر شيء موجود ويا أصوات الالفيلر وأصوات الفريجاتيف. يعني متى ما نجد أصوات البلوسيف وأصوات الفريجاتيف راح نجد صوت الان. هذا إذا تجينا فراغ جدا مهم، هذني فراغات، هذني فراغين ممكن يجني، لازم أعرفهم إنه يا بتر syllabic n ويجوي أصوات الفريجاتيف. الفريجاتيف اللي هي أصوات الاحتكاكية، والبلوسيف اللي هي الأصوات التوقفية اللي هم الفريجاتيف اللي أخذناهم فا فا ثا ذا سا زا شا جا، والبلوسيف اللي هم أصوات توقفية تا دا كا جا وإلى آخره، فا با تا دا كا جا وإلى آخره. طيب طبعا هذا الحكي، هذا الحكي مو هاي الملاحظة نفسها الموجودة هنا ممكن تجينا على شكل سؤال. هذا السؤال وين ويشد سلابك ساوند برونونست أورو، هذا السؤال مالته، يعني هذا مال النقطة اللي هسه نطيتها هنا فوق. طبعا سواء اذا جاوبنا هذا الفوق او اذا جاوبنا هذا الجواب مو مشكله. syllabic n is found within the weak syllable، اي ما ننسى ان هذول جماعه السلابه كلهم وين ما نلقاهم نلقى مقطع ضعيف، فانا وين ما نلقى syllabic n راح نعتبر المقطع ضعيف يعني. فهذه النقطه الجواب لهذا السؤال، هاي النقطه طبعا. وننط عليها مثال مثل كلمه threaten. threaten لاحظ threaten، هذا عندي syllabic n في نهايه هذه الكلمه. كل هذه أمثلة أمامنا أيضا نقراها، وطبعا طبعا هاي الملاحظة اللي ذكرناها. أكو أيضا موقع آخر للسلابك أن اللي هو after bilabial، يعني يجينا بعد الأصوات الشفوية اللي هي وراء أصوات الـ P والـ B مثل كلمة happen happen happen. إذا لاحظ هنا عندي هذه سلابك أن في نهاية الكلمة، لو جتنا هاي الكلمة يا بهاي ترى تعتبر weak syllable، مقطع ضعيف. شنو السبب؟ لأن عندي سلابك أن، لأن عندي سلابك أن، متى ما أجد سلابك أن يعتبر هذا المقطع ضعيف.
إذن الموقع الآخر لسلابك أن هو بعد أصوات الشفوية اللي هو بعد الفا والبا، إذا لاحظ عندنا كلمة happen. أيضا عندنا موقع آخر وراء أصوات الفلر، وراء أصوات الفلر، ترى هاي الأصوات كلها إحنا ماخذينها بالمحاضرات السابقة، وعادي واحد يرجع للفصل الرابع والفصول هذه يراجع من هو الفلر من هو الأخاف، واحد ناسيهم يقول يجينا وراء أصوات الفلر في كلمة taken taken sorry أو weaken حتى taken weaken 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 weaken. إذا لاحظ هنا عندي سلابك إن، هذا المقطع الأخير يعتبر ويك بسبب سلابك إن. إذا لاحظ أن حرف العلة انحذف ما كتبناه بالرسم الصوتي بسبب وجود سلابك إن. هل يوجد موقع آخر للآن؟ نعم يوجد موقع آخر، هو بعد أصوات قبل أو بعد أصوات الفا والفا، مثل كلمة seven heaven often، طبعا مثل ما لاحظ أمامنا أيضا. طبعا هذني يعني تسهيلا للأمر جمعت كل الملاحظات أنا هنا، هاي الملاحظة رقم واحد، يعني دمجتهن الملاحظات كلية الملاحظات مال سلابك إنه هذني الجدولين، يعني نحفظ الجدول وبس، يعني ما عندنا فد شيء جديد يعني، او يعني انا دا بس دمجت هذين الملاحظات وطيت عليه امثله بجدول، يعني هذا الحكي اللي موجود هنا وايضا هاي الحكي الملاحظات اللي كل هنا يعني سلابك انا ما كان وجوده كليتهم، عفوا حالات وجوده كلهم وين نلقاه الى اخره. هنا عندنا ملاحظة يقول syllabic n is very rare، السلابك n يكون جدا قليل وجوده بعد أصوات لا ب لا تش، يعني متى ما نجد لا وتش وج هذه الأصوات الثلاثة لا نجد بها سلابك، قليل جدا نادر، rare معناها نادر. sullen 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 طبعا معناها صالون، sullen عندي مثل كلمة بيجن بيجن سوري بيجن 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 بيجن، يعني قليل جدا، ما عندنا كلمات كثيرة على هذا النظام، ما عندنا كلمات قليلة كثيرة على هذه الأصوات، يعني ما يجينا ويا اللا والتشا والج. طيب سلابك ان از رير هيرد افتر فيلر، هناك ملاحظة أيضا مهمة، بعد أصوات الك والج لما يجيني ك وج صوت الان يكون يكاد ان يكون معدوم، يعني مو كلش عليه، ركز عليه، واغن واغن واغن، يعني الان يكون خفيف، الان يكون خفيف، يعني شبه ان يكون معدوم بعد اصوات الك والج. صفحه 124 عندنا السلابك ما وانج، عندنا ايضا سلابكين اثنين، سلابك تو ساوند تو سلابك كونسونانت ساوند اللي هم الما والإنج، هذول يعتبرون سلابك، والسلابك دائما للتذكير انه سلابك دائما متى ما نجد السلابك يعتبر هذا المقطع ضعيف. طيب هنا ملاحظه يقول both can occur as a syllable but as a result of a process as assimilation and elision. اذا هاي ملاحظه كلش مهمه، هذول الصوتين الما والإنج ما نلقاهم الا اذا كان عندي assimilation او elision، يا اما يكون عندي ادغام او يكون عندي حذف، اما يكون عندي ادغام او يكون عندي حذف يلا اجد هذا الصوتين، وهي ملاحظه كلش مهمه ركزي لي. يعني على سبيل المثال على سبيل المثال على سبيل المثال اذا جاني سؤال قال لي ذا ساوند ر، صوت الر نجده عند حاله الاسميليشن والاليجن، جواب غلط، لا صوت الر ما له علاقه، عندنا صوت الما والانج هم الموجودين فقط از اسميليشن اند از اليجن. ايضا هاي الصفات كلش مهمه، صوت الما يعتبر فويس باي ليبيال نيزل سيلابيك كونسونانت، وصوت الانج هو صوت voiced velar nasal syllabic consonant. هاي الملاحظات كلش مهمة وركز عليهم زين، نركز عليهم، يعني هذا ممكن يقول لي give example اعطينا مثال، يقول لي صوت voiced by labial nasal syllabic، اقول له يا سيدي تدلل هاي الام وحط لها اكتب ام وخلي جواها نقطة، هاي شخطة صغيرة مال السلابك. لدينا اخر سلابك وهو صوت الر او سلابك ر، سلابك را هذا تعريفه it is voiced post alveolar approximant syllabic consonant، طبعا هو من الأصوات الانزلاقية، من الأصوات الانزلاقية، يقول هذا صوت accent are those pronounced final r and phonemic vowel، طبعا يقول هذا الصوت in many accent they called as American accent، يعني هنا نركز على اي هاي الملاحظة
سلابك را is very common in rhotic accent. السلابك را هو صوت موجود دائما باللهجات اللي تلفظ الار, اللي هي اللهجة الأمريكية يعني واللهجة الاسكتلندية, اللهجات اللي يلفظون الار. أما اللهجة البريطانية هي ما تلفظ الار أصلا, فما يكون أكو سلابك. يعني هسه مثلا عندي كلمة أمريكا, هسه عندي مثلا كلمة particular, particular البريطاني يقولون particular, أما الأمريكان يقول particular 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 particular. يعني إذا باللهجة الأمريكية عندي سلابك ار, باللهجة البريطانية ما عندي سلابك ار. طبعا هنا اذا جانا سؤال where do we find syllabic ra in BBC pronunciation, وين نلقى صوت الار باللهجه البريطانيه. طبعا اللهجه البريطانيه ما ينطقون يعني صوت الار, نجده دائما في المقطع الضعيف. يعني صوت الار دائما نجده في المقطع القوي. طيب يعني دائما يعني دائما يعني دائما اللهجه البريطانيه ما تنطق الار, اللي ينطق الار موجود عندي syllabic ار هو دائما هو دائما اللهجه الامريكيه. هنا عندنا سؤال, وهذا السؤال طبعا هو يعني راح يكون تركيزه بالفصل القادم مو بهذا الفصل. يقول does syllabicity change the meaning, هل يعني تقسيم المقطع او يعني التشديد يغير بالمعنى. give the example where the syllabicity affect the meaning, يعني لما السيلابل يغير المعنى. نعم اكو تغيير للمعنى. يعني هسه اني على سبيل المثال, على سبيل المثال عندي كلمات اذا اغير التشديد يتغير المعنى, عندي كلمات اذا اغير التشديد يتغير المعنى. على سبيل المثال, على سبيل المثال مثلا عندي كلمه object, هسه اذا كان التشديد object object object, اذا كان object راح يكون لها معنى. اما اذا كانت object 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 تصير تصير verb, تصير فعل. يعني بالفعل, بالفعل هي النطق مالتها يختلف, يختلف عن, يختلف عن الاسم. الفعل يختلف عن الفعل بايش, بشنو يختلف؟ بالتشديد, بالتشديد. يعني بالتشديد راح يتغير مكان التشديد. اقدر اقول object object, اقدر اقول object. اذا object تختلف عن object, وهذا الشيء حتى موجود عندنا باللغه العربيه, حتى موجود عندنا باللغه العربيه. لما نقول حمام حمام حمام, بنقول حمام, لما نخلي التشديد على الماء يتغير المعنى اذا يصير عندي غير كلمه. هذا نفس الحاله, نفس الشيء باللغه الانجليزيه.